ويمكن يعني امبارح بعد القرعه على طول كلنا عارفين الجمهور السعودي بيتفاعل بشكل سريع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتدوا يتكلموا في الجزئيه دي تحديدا، ان ايه اللي خلاهم يقعوا في سكه الاهلي اللي جمهوره ممكن يحتل ملعب الفريق وان هم يبقوا اكتر منهم في السعوديه. فطبعا ده بياكد قد ايه وبيبين قد ايه شعبيه النادي الاهلي في كل مكان في الدول العربيه. احنا شفنا الجمهور الاهلي في السعوديه خلال بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد السنه اللي فاتت، وهنشوفه كمان في النسخه الحاليه. يعني شفناه السنه اللي فاتت كان عامل ازاي في كاس العالم للانديه لكره اليد، ما بالك ببطوله كاس العالم للانديه في كره القدم، ولسه كمان في سوبر جلوب، ولسه في كاس سوبر الافريقي. فالسعوديه زي ما بنقول كده الايام اللي جايه هتشوف زحف جماهيري اهلاوي كبير جدا، بالتاكيد ممكن يكون ليه عامل مهم ان فرصه النادي الاهلي في النسخه دي تحديدا، وزي ما بنقول دي اخر نسخه بالشكل ده، ان فرصه حلوه ان احنا نصعد نهائي. لما بتحطي مع بطل امريكا الجنوبيه في الطريق بيبقى افضل طبعا نسبيا بشكل كبير ما تحطي مع بطل اوروبا الطريق. يمكن بطل امريكا الجنوبيه حتى الان لم يتحدد، ولكن بتبقى ادفانتج حلوه. فالنهارده ما يعني دور الثمانيه وارد تبقى مواجهه قويه، السيمي فاينل برضو اكيد هتبقى مواجهه قويه، ولكن الطريق يعني افضل من ان انت تبقى موجود مع مانشستر سيتي. فاعتقد ان هي فرصه طيبه للاعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي، يعني الجيل الحالي لو قدر يصعد النهائي ده يحطوا هدف كده بالنسبه له، لو قدروا يصعدوا النهائي هيبقوا عملوا حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. يعني احنا عشان مش عايز اطول طبعا على المستمعين، بس هي الفكره ان الجيل الحالي بنقول ان هو جيل مميز جدا، حقق بطولات كبيره جدا وكتيره جدا، لكن يعني وصوله لنهائي كاس العالم للانديه وان هو يلعب على الذهب او الفضه دي هتكون حاجه استثنائيه بتخص الجيل ده لوحده،